السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير حبيبي اخواتي، اغلى حاجة في حياتي. اهلا بيكم في قناتي، قناة يوميات من لبنت الصعيد. بص، امبارح انا الصراحة كنت بعمل رز بلبن وكده، وتعبت كمان الصراحة بعدين، فما قدرتش خالص اني انا اصور هنا على السطح. دلوقتي بقى جيت صحيت من النوم حوالي دلوقتي الساعة 7. المهم بصراحة يعني أنا أصلا بنام على السطح، فقبل ما أنزل بشوف الطيور، لقيت كده الفرخة دي، بصوا هي بتموت تقريبا كده، ماتت. بصوا ما فيهاش أي حاجة، مش عارفة مالها، ما فيهاش أي حاجة. ما شاء الله الفرخ كلها طاقة وحيوية ونشاط والله، وأنا مشغلة ليهم اللمبة زي ما انتوا شايفين كده. اهي بصوا مشغلين اللمبه الصفراء، والمكان دافي على فكره. ماتت ليه بقى وازاي ما اعرفش. هو انا دخلت لقيتها كده بتفرفط وبتموت، فاهمين؟ الله اعلم بصراحه ايه اللي خلاها ماتت. وانا برضو حاطه ليهم الاكل وحاطه ليهم العلف. بصوا في الاخراج بتاعهم لونه بني كده، ممكن يكون عندهم كوكسيديا، بس يعني لسه في العمر الصغير. الكوكسيديا مش بتيجي في العمر الصغير كده. المهم بقى الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، ربنا ان شاء الله باذن الله يعني يبارك في الباقي. تعالوا بقى بصوا، شايفين الحمام لحد دلوقتي لسه ما باضش، برغم ان هو عامل العش بتاعه يجي له اسبوع كده، يعني من يجي له ايوه اسبوع تمام. فان شاء الله باذن الله خير. انا بس حبيت اوريكم يعني الفرخه اللي ماتت دي، واوريكم باقي الفراخ ان هي ما شاء الله كلها طاقه وحيويه ونشاط. فان شاء الله باذن الله يعني هعمل لهم النهارده كده بصل وثوم وكده في الخلاط، احط لهم السوائل بتاعت الحاجات دي على المية، واحط ليهم التفل بتاع الخلطة دي على العلف تمام. بس الاول طبعا همشي العيال بتاعت المدرسة، وبعدين بقى ان شاء الله باذن الله اجي اعمل لهم الحاجات دي. على فكرة مضاد حي وحلو جدا، بتقوي المناعة. ما تنسونيش طبعا في اللايك والشير والاشتراك للقناة، وكمان تدعموني بسوبر سانكس، في يا جماعة علامة القلب مكتوب تحتها شكرا، هي دي سوبر سانكس، تلاقوها تحت الفيديو ان شاء الله باذن الله. وانتسبوا طبعا في القناه عشان ان شاء الله باذن الله يكون لكم الاولويه في التعليق، ويكون لكم الاولويه في كل حاجه بانتسابكم للقناه. تعالوا بقى نكمل الفيديو مع بعضينا بعد ما خلاص نزلت العيال المدرسه. في كلام مهم الصراحه في الفيديو عايزه اقوله لكم. انا بكون قاعده على الفيسبوك بشوف الصراحه اسئله كتير خاصه بالطيور، والله بقدر الامكان بدخل يعني ارد على الناس. بس بصراحه الاسئله الفتره الاخيره دي كلها كانت بتلف وتدور كده على ان الطيور بتموت بدون سابق انذار. عايزه اقول لكم يا جماعه بجد والله العظيم لازم تاخدي بالك من طيورك. مفيش طيور ما بتموت كده بدون سابق انذار، هو بيكون في انذار بس انت ما بتاخديش بالك منه، زي ما حصل معايا كده الفتره اللي فاتت، اللي هو يعني السنه اللي فاتت واللي قبلها. الحمد لله، اللهم لك الحمد. السنة دي يعتبر الموضوع انا واخدة بالي منه كويس جدا جدا، لاني زي ما قلت لكم التعليم مش بالساهل دلوقتي بقى. اللهم بارك، اللهم بارك، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. ما شاء الله الطيور بتاعتي كلها طاقة وحيوية ونشاط، وبتاكل كويس وبتشرب كويس، بس مش معنى ذلك ان الطيور دي صحتها تمام وما فيش فيروس في المكان او ما فيش فيروسات في الجو. لا، هي في فيروسات يا جماعة في الجو. هي طبعا في فيروسات في الاماكن اللي احنا بنربي فيها الطيور. فالطيور لما بيكون في فيروس يا جماعه، الفيروس مش بيهزر، الفيروس بيديكي طبعا انذار ان الطيور تعبانه، اللي هو بيكون ازاي بقى زرجان في العرف بتاع الديوك. والطيور طبعا بتبدا في خمول معاكي ما بين يوم وليله على طول كده. لكن طول ما الطيور مناعتها قويه هتلاقي حتى لو في زرجان هتلاقي في اكل وشرب مع الطيور، فهي عندها فيروس بس مناعتها قويه فبتحارب الفيروس. فانت لازم تساعدي الطيور دي وتقوي المناعه اكتر، وكمان تغذي طيورك، وتحاولي بقدر الامكان ان انت تدي مضاد فيروسي، ما تديش مضاد حيوي خالص،
مع الفيروسات. فجدا فصلت منكم الفيديو لاني كان في تلفون، عايزه اقول لكم على حاجه بعيدا عن موضوع الطيور يا جماعه. والله بجد بجد حبيبك او عدوك بتعرفوش غير طبعا وقت الزنقه، وقت ما انت تكون مزنوق ومحتاج، اللي طبعا بيوقف جنبك وبيراعي ظروفك هو ده حبيبك طبعا، واللي بيحب لك الخير يا جماعه هو ده برضو حبيبك. في ناس طبعا ما بتراعيش الظروف، وفي ناس كتير كتير جدا جدا حتى لو كانوا قرايبك وحبايبك، بس القريب والحبيب يا جماعه فعلا اللي هو بيكون واقف جنبك وقت الزنقه ووقت ما تكون محتاج، بيكون طبعا هو فعلا اليد اللي ربنا بيبعتها ليك. تعالوا بقى نرجع للفيديو بتاعنا. اسفه جدا طبعا ان انا دخلت ليكم في موضوع تاني خالص، بس والله حبيت اقول لكم. اكتبوا لي طبعا في الكومنتات لو انتم بتعيشوا الحاله دي. يعني اول حاجه بقى الطيور زي ما قلت لكم بتبدا، سواء كان بط سواء كان فراخ، الفراخ طبعا بيبدا العرف بتاعها كده يبدا فيه زرقان بسيط، ممكن الزرقان ده ياخد معاك شهر لو انت ما اكتشفتيش الزرقان ده وما خدتيش بالك من طيورك، ممكن ياخد معاك شهر. بعد الشهر بتلاقي طبعا الطيور بتاعتك بدات في موت مفاجئ. هو ما بيكونش موت مفاجئ، هو بيكون فعلا فيروس بقاله فتره عند الطيور بس انت اللي ما خدتش بالك منه. تمام، الحمد لله اللهم لك الحمد. انا دلوقتي بدي بيتادين، وبدي طبعا بيتادين ده على فكره مضاد فيروسي، وكمان الكلور مضاد فيروسي، دي مضادات فيروسي فيروسيه من البيت. تمام، البيتادين اللي هو بتاع الجروح، لو انت حابه تجيبي مضاد فيروسي بيطري انت حره، هاتي بقى مضاد فيروسي بيطري ودي الطيور منهم حسب الجرعه اللي هيقول ليكي عليها الدكتور البيطري. تمام، طيب في كمان حاجه تاني، البيتادين يا جماعه الجرعه بتاعته سنتي على لتر الميه، والكلور برضو سنتي على لتر الميه لمده اسبوع لو انت عندك مشكله. لو انت ما عندكيش مشكله وبتديها وقايه زي انا بالظبط، اعملي لمده 3 ايام كل اسبوع، وان شاء الله باذن ربنا يحسن ما بين ايدينا ويحافظ يا رب على خيرنا وطيورنا لينا وليكم يا رب، اللهم امين. تعالوا بقى نشوف الكلام ده. على فكره انا بتكلم المضاد الفيروسي والفيروسات بتكون موجوده ما بين الطيور الكبيره، انما بقى الطيور الصغيره من عمر اليوم لحد عمر الشهر بيبقى وجود الفيروس صعب شويه ما بينهم. تمام، لان طبعا الطيور دي بتكون مناعتها اقوى من الطيور الكبيره. تمام، الطيور طبعا الصغيره دي مناعتها بتبدا تقل من بعد عمر ال 15 او ال 20 يوم، بتبدا طبعا مناعه الطيور بتكون واخده مناعه الام من اول يوم لحد عمر ال 20 يوم، بتبدا طبعا مناعه الام بالتالي تقل. فعايزه بقى تدخل منك ان انت تديهم رفع مناعه، ان انت تديهم مضاد سموم عشان السموم اللي في العلف ما تاثرش عليهم. تمام، دلوقتي بقى لقيت كتكوت الصبح بيموت، بس هو كان عنده طبعا اسهال زي ما انتم شايفين كده، كان عنده اسهال، فلازم طبعا اني انا ادي مضاد حيوي للاسهالات دي. هنا مش هينفع طبعا المضاد الفيروسي لان زي ما قلت لكم ده ما عندوش فيروس، ده عنده كده مشاكل معويه، فلازم طبعا المشاكل المعويه يا جماعه لازم ليها مضاد حيوي. تمام، دلوقتي بقى ان شاء الله باذن الله انا هجيب فلاجيل مضاد للطفيليات، وكمان هديهم مضاد حيوي. الفلاجيل حلو جدا جدا يا جماعه بصراحه للطيور في العمر الصغير ده، بيكون ما شاء الله اللهم بارك بيمنع المشاكل المعويه وبيقوي ما شاء الله المناعه معايا. تمام، دلوقتي بقى هحط ليهم ميه نظيفه، وهحط ليهم علف، وهحط ليهم الخلطه للحمام اللي هي فيها طبعا الحبوب، وان شاء الله باذن الله اسيبهم بقى وانزل اشوف اللي ورايا تحت. حطيت كده ميه تخلي زي ما انتم شايفين، حطيت ميه بخل للكتكوت، وحطيت كمان العلف، وحطيت العلفه كده اللي انا عاملاها في البيت للحمام، لان طبعا دي فيها حبوب والحمام دلوقتي على وش بيض ان شاء الله باذن الله، الحبوب طبعا هتسرع معايا انتاج البيض. تمام، اتمنى طبعا دعمكم ليا بسوبر سانكس او شكرا اللي هي تحت الفيديو، هي طبعا سوبر سانكس، واتمنى انضمامكم للقناه عشان يكون ليكم الاولويه طبعا في يكون ليكم الاولويه طبعا في التعليقات المميزه بنجوم، وان شاء الله باذن الله
اكون بفيدكم بالمحتوى اللي انا بقدمه معاكم. كنت معاكم حنان سيد من يوميات نونا بنت الصعيد، وكملوا معايا دوره الفراخ الساسو يا جماعه لحد اخر الدوره ان شاء الله باذن الله، علشان نخلي منها كمان فراخ للبيض وتنتج معايا بيض ان شاء الله باذن الله. وبعدين بقى بعد فتره كده مع بعضينا ان شاء الله ربنا يدينا ويديكم رب العمر، نبدا طبعا نفجس من الفراخ بتاعتنا دي تفجيز ان شاء الله باذن الله بيتي. لحد هنا كنت معكم حنان سيد من يوميات نونا بنت سعيد، مع السلامه يا اخواتي، باي باي. ما تنسونيش طبعا في اللايك والشير والاشتراك للقناه لاول مره، طبعا يشوفني يسعدني ويشرفني ان انتم تنضموا لعيلتنا الجميله على اليوتيوب. مع السلامه.